الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، نواصل اليوم إن شاء الله تعالى في دروس السيرة النبوية المباركة، واليوم مع الدرس 14، ونبدأ من سؤالهم عن الروح وأهل الكهف. بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى أشد الأذية، وحورب النبي صلى الله عليه وسلم بالعداء الواضح. ومن جملة أنواع الأذى الجدال بالباطل. بدأ المشركون في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه المجادلات والمناقشات سؤالهم عن الروح وعن أهل الكهف وغيرها من الأسئلة. طيب، قال المصنف: وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق عن ابن عباس: بعثت قريش النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفاهم صفته، فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. رسلوا النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط عشان يمشوا الشام ويسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا أخوانا، ركزوا في مسألة مهمة. غرض المشركين لم يكن التعرف على حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان غرضهم، ولا كان غرضهم التأكد من صدقه، بدليل إنه كان عندهم قبل النبوة يسمى بالصادق الأمين. وأيضا لم يكن غرضهم يعني معرفة ما عند أهل الكتاب من الإخبار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما كان غرضهم. بل ولو جوهم أهل الكتاب كلهم وقالوا لهم ده النبي الحق، ما بيؤمنوا به. طيب يا أخواننا، يبقى فهموا شنو؟ مع إنه قبل كده جاتهم أخبار من أحبار، مرت بينا قصة الراهب بحيرة، ومرت بينا قصة الراهب نشطورة، ومرت بينا قصة التاجر اليهودي اللي اختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في السعر، وقال له تحلف لي باللات والعزى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حلفت بهما أبدا، وما من شيء أبغض إلي منهما. دي كل القصص دي بيعرفوها، وجاتهم أخبار. طيب الجدة شنو؟
خلى المشركين ديل يجوا يبحثوا عن حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر لحالهم بيفهم حاجة، بيفهم إنهم إنما أرادوا الحقيقة، أرادوا المزيد من المبررات لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم. داري لو مبرر يعادوه به بس، وإلا هم لو دارين الحقيقة يا أخي. القصة بتاعت نقض الصحيفة دي ما من أبين الآيات على إنه ده نبي يوحى له، قال لهم الصحيفة حقتكم القاعدة جوا الكعبة دي، أمشوا افتحوها وشوفوها. الأرض أكلتها وما تركت إلا اسم الله. يمشوا يفتحوها ويقروا الصحيفة يلقوا كلامه حق، يزيدوا في العداوة زيادة. الغرض بتاعهم الآن هم دايرين يستعينوا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم من الأعداء ومن الكفرة، لأنهم بيعرفوا إنه اليهود حساد، وبيعرفوا إنه اليهود بيبغضوا النبي الجديد ده، وهم دايرينهم عشان اليهود يعرفوا إنه ده النبي ويعادوا معهم. ده الموضوع كله. إذن الغرض من الرحلة بتاعتهم دي كلها استجلاب المناصرة، ويعني تعزيز العداوة. ده الهدف منها كله. طيب، قال فخرجا حتى قدم المدينة فسألهم عنه. مشوا المدينة اسألوا يهود المدينة، ووصف لهم أمره. لاحظوا هنا قالوا لهم وصفوا لهم. يا أخوانا دايركم تتعاملوا مع السيرة يعني بفهم بصير، يعني ما تقرأ ساي القصص دي، ما تمر على ساي انت. شوف هنا قالوا لهم أمشوا أمشوا وصفوا لهم وشوفوهم بيقولوا لكم شنو. تتذكروا لما رسلوا نفس الوفد بتاعهم ده للنجاشي وخاطبوا النجاشي، لما اتكلموا معه ما وصفوا له ولا أدوه معلومات عشان يحكم هو. انتبهوا للحتة دي. مشوا قالوا له هؤلاء أبناء عمومتنا أبقوا منا ونحن أعلم بهم منكم. ركزتوا زمان قالوا شنو؟ قالوا نحن أعلم بهم منك. ليه؟ لأنهم علموا أن النجاشي إذا عرف أنه نبي الحق حيأيده وبينصره وبينصر أصحابه. عشان كده قالوا له نحن أعلم به منك. لكن لما عرفوا إنه اليهود لو عرفوا على حقيقته حيجيفوا معاهم ضده، قالوا لهم أمشوا قولوا لليهود الحقيقة وروا صفته. عشان اليهود لما يعرفوا إنه هو نبي الحق يا دوب بيعادوا. شوفوا الناس زي المجرمين كيف المقاييس مختلة. إنتوا لو أصلا الناس باقين على الحق افترض يكون معياركم واحد، زي الكلام اللي قلتوه للنجاش أمشوا قولوا هناك. لكن دي أخواننا طريقة أهل الباطل، دائما بيجوك أنت بالكلام اللي بيروه هم بيخدم مصلحتهم، بيجوا بيقولوا لك أنت. طيب قال فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول
متقول يعني مدعي. طيب يا اخواننا مبال ما نعرف الثلاثة، اليهود ذاتهم لما بعض منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة وعرف أنه النبي المرسل، اتبعوه ولا خالفوه؟ خالفوه، هم خالفوه. عشان تعرف الناس الماشين يسألوا اليهود مجارمة، واليهود ذاتهم مجارمة. قالوا لهم اسألوا من الحاجات الثلاثة دي. أها يا يهود، الحاجات الثلاثة دي لو طلعت صح ولو جاوب عنها الإجابة الموجودة عندكم في كتبكم، أها هتكون النتيجة شو؟ العداوة. النتيجة العداوة. عشان كده ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود المعلومات ما بتغبى عنهم، بيعرفوا الحق، لكن بعد ما يعرفوا بيمكروا. طيب قالوا سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، قصدين منه أصحاب الكهف. طيب فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه. ده قصد بيعه ذا القرنين، المقصود هنا ذو القرنين. طيب وسلوه عن الروح ما هو، يعني ما هي حقيقة الروح، فأقبل دراجعين حتى قدما مكة فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. بعد ما رضى الفيصل، يعني لو جاءت الإجابة كما زعم اليهود معناه ده نبي حق اتبعوه، ولو جاءت إجابة مختلفة ابقى متقول. طيب قد أخبرنا أخبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم، أخبار يهود. طيب نحن حنجي نفصل في النقاط الثلاثة بتاعتهم دي في الأسئلة حقتهم، لكن قبل ما نرجع عليها لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة الثلاثة قال لهم غدا أخبركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على أمل أن يأتيه جبريل بالخبر، وقال هذا الكلام يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى. فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، 15 يوم الوحي ما نزل عليه، ونزل عليه قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني ما تقول الحاجة ده أنا بعملها بكرة إلا شنو، تقول إن شاء الله. وده درس لنا، ما تقول عن حاجة أنا دار أعملها إلا تقول إن شاء الله. لكن في بعض الأمور قالوا كالبرنامج المعد، لو أنت واضع لك برنامج وأنت ما جزمت إنه أنا بعمل بكرة، لكن ده برنامجي، زول سألك قال لك أنت بتمشي السوق الساعة كم؟ تقول له أنا بمشي السوق الساعة 9 صباحا، ده برنامج. هنا ما تحتاج تقول إن شاء الله، لأنه أنت ما قلت أنا بكرة بمشي السوق الساعة 9، لا قلت أنا أصلا برنامجي كده.
انت شغال يوم شنو؟ تقول شغال يوم الاحد والخميس. زي الاطباء، الطبيب يكتب لك العيادة الاربعاء والاثنين، ما بيكتب ان شاء الله، لانه ده كأنه برنامج انت يعني خطة وضعتها قدامك. لكن لما تعزم على فعل شيء تقول شنو؟ ان شاء الله. فالوحي تأخر، بعد ذاك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الكهف وفيها القصص دي، ونزلت عليه آيات من سورة الإسراء فيها السؤال عن الروح. طيب المشركون الاثنين ديل ماشيين، مرقوا من مكة لحد ما وصلوا المدينة عشان يسألوا عن حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألوا عن يعني الآيات الدالة على صدقه. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني هم مارقين من هنا دايرين آية علامة تدل على إنه ده نبي صادق وإنه ربنا هو الإله الحق المفترض يعبد براو. ربنا قال لهم وإنتوا ماشيين في الشارع من مكة عشان تصلوا المدينة، إنتوا قاعد تمروا على آيات كلها بتدل على عظمة ربنا. الإبل اللي إنتوا راكبين نادي عشان تصلوا بها هناك لو عاينتوا فيها ما بتبوتكم ليه معرفة ربنا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ ده كله ما عاينتوا له؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت ربنا خلقك من نطفة، من نطفة بتاعت موية واستقرت في الرحم، ويعني ربنا غذاها ولحد ما طلعت برا وبقيت بني آدم وعندك قوة وبصر بيبصر ولسان يتذوق، هسه قدرت تذوق الطعام بأصبعك ده ما بتذوقه لكن بتذوقه بلسانك. دي أصلا ما فكرت فيها يوم؟ دخل أصبعك كده عشان تذوق فيه ملح ولا ما فيه؟ ما بتذوق لكن بلسانك بتذوق، وده عضو من الجسم وده عضو واحد الاثنين، لكن ده يتذوق وده ما بيتذوق. العين بتبصر، بتبصر كيف؟ والأذن بتسمع، ما في زول بيسمع بعينه ولا بيبصر بأذنه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ربنا قال لهم انتوا تمروا من مكة للمدينة عشان تمشوا تسألوا اليهود هناك، والشارع بتاعكم ده كله عبارة عن آيات كلها تدل على الوحدانية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب مش سألوا عن الأشياء دي، نزلت سورة الكهف من أولها، ربنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني الكتاب ده انت لو احسنت فهمه حياتك دي كلها عوج ما فيها. مع القرآن عوج ما فيه كويس. ربنا قال لهم أم حسبت
أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم ده الكتاب المكتوبة فيه يعني أخبار أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني هم المارقين من هناك ديل دارين لهم آية تدل على صدقك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هل هم بيظنوا إنه العجب كل العجب بس في قصة أصحاب الكهف؟ هم ما تأملوا حالك أنت ولا تأملوا الآيات العظيمة من خلق السماوات. ربنا قال لخلق السماوات أكبر والأرض أكبر من خلق الناس، ده ما تأملوا بل بيظنوا إنه يعني خلاص الآية اللي بتدل على صدق النبي كونه يديكم قصة أصحاب الكهف. لا لا، في أشياء تانية أعظم من قصة أصحاب الكهف، ده معنى الآية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، في آيات تانية بتدل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام وعلى استحقاق ربنا عز وجل للألوهية أعظم من قصة أصحاب الكهف. لكن ربنا برضو ورى له، قال له إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية يعني شباب. قال العلام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذا دلالة على أن الشباب أقرب استجابة للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ. قال ولهذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم الشباب ولم يؤمن من شيوخ مكة إلا القليل. شوف سادات مكة الكبار ديل، ناس الوليد بن المغيرة وناس عتبة وشيبة وأبو جهل وأبو لهب، الكبار في السن ديل ما آمنوا، آمنوا الشباب وهم صغار في السن اللي آمنوا، عمر بن الخطاب، سعد، طلحة، الزبير، كلهم كانوا شباب. ومن الشياب الكبار ما آمن إلا قلة كأبي قحافة والد أبي بكر الصديق، ده آمن وقلة. عشان كده ربنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم لأنه كانوا قومهم مشركين وعندهم ملك ظالم. آمن هؤلاء الفتية من غير اتفاق بينهم، ما متفقين، لحد ما ضاق بهم الحال فاعتزلوا الناس بقبرام قاعدين في مكان لوحدهم. ابن كثير قال وما الذي جمع بينهم؟ مع انه هما اي لما اجتمعوا ما فيهم واحد عارف عقيده الثاني شنو، بس اتلموا كلهم بقوا قاعدين، اي واحد منهم بقى بيسال البقيه، قالوا لا بد تورونا الشيخ خلاكم تتلموا انتوا شنو وتفارقوا قومكم. اي واحد منهم بقى بيتكلم، فلما كلهم كشفوا أمرهم لقوا إنهم هم متفقين في إنكار الشرك الموجود في قومهم. وابن كثير جاب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، يعني كأنه في ارتباط بين الأرواح، أرواح الناس دي في ارتباط بيناتها من غير ما أنت تشعر، بتلقى نفسك مائلة لشخص معين بتحبه وبتحترمه وبتلقى نفسك بتقلده وبتشبه به، وفي ميل بيناتكم في قلوبكم دي، لأن الأرواح دي ربنا بيربطها مع بعض. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف.
من غير ما انت تعرف حقيقة الزول قلبك بياباو لانه ما بيتفق معك. دير يتلموا كلهم لما قومهم عرفوا وشو بهم للحاكم. الحاكم قام قال لهم انا حاسجنكم كلكم، لكن قالوا غلط له غلطه، قال لهم بديكم مهله فكروا في الموضوع، يا ترجعوا عن دينكم ده يا بحبسكم كلكم. لما اداهم المهله قدروا يطلعوا، هربوا كلهم ولجوا الى هذا الكهف. الكهف ده لما دخلوه ربنا قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قالوا أمشوا للكهف ده، ربنا بيفتح لكم فتح كويس. ابن كثير ذكر دعاء قال الزول لما يكون في الكرب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير بيدعو له، يدعو بالدعاء ده، بيقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الدعاء ده جابوا لعلاقته بالآية كويس. وفي أخواننا فائدة مهمة جدا في تفسير ابن كثير، انت لو عندك حديث درت فتش له وما لقيته، شوف لك آية فيها معنى الحديث وارجع لتفسير الآية دي عند ابن كثير، بيجيبوا طوالي. عشان كده بعض أهل العلم يسميه مضلة الأحاديث، يعني لو ضاع منك حديث بتلقى هناك. الشباب ديل قعدوا في الكهف وربنا لرحمة عظيمة بيهم، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل يعني عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ناس اقعدوا 309 سنة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عشان الأرض ما تأكل أجسادهم، ربنا بقلبهم. قال لك وتحسبهم أيقاظا، لمن تشوفهم عيونهم مفتوحة نايمين عيونهم مفتوحة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نايمين. العلماء قالوا لأن الأعين دي لو بقت مكفولة فترة طويلة بتبوظ، لا بد لها من الضوء عشان يحميها، عشان كده ربنا خلى أعينهم مفتوحة ويقلبهم. والشمس تدخل عليهم لكن ما بت يعني ما بتغمرهم تماما عشان تأذيهم، لا بتميل عنهم بسيط ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد الباب، راقد جنب الباب عشان يحرسهم. وربنا جعل لهم مهابة، أي زول بيشوفهم بفر منهم عشان يقعدوا في محلهم ده. لما انتموا الفترة دي صحوا قالوا فبعثوا أحدكم بورق، كان عندهم ورق، الورق دي الفضة، عملة بتاعت فضة، قالوا رسلوا بها زول فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف دي بتدي معنى انه يكون ذكي ما يفضحكم، يعني ما يكون انسان اهوج،
وهذه الكلمة العلماء قالوا هي الكلمة وسط القرآن. من الكلمة دي تمشي كده وكده، عدد الكلمات ها قدر بعض، وفيه إشارة إلى أن التلطف في كل شيء هو الخير. ربنا خدت لك نص القرآن وليتلطف. أنت في حياتك الدنيا دي كلها عشان تعيش حياتك موفق أنت بتحتاج للتلطف في كل شيء. التلطف يحمل معنى الذكاء والفهم والرحمة وحسن التدبير وإدارة الحياة، أن تعرف متى تصالح ومتى تحارب ومتى تقسو ومتى تلين. الكلمة دي بتتضمن الأمور دي كلها. فقالوا وليتلطف، يجيب لنا أكل ويجي. أول ما مشى العملة الشائلة دي عملة قديمة ما بتنفع، لأنه الملك اتغير والدنيا كلها اتغيرت. ربنا داير يكشف أمرهم لأمر آخر، ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا قال وكذلك أعثرنا عليهم. ليه؟ ليعلموا ديلك البر أن وعد الله حق. وعد الله بتاع شنو؟ إنه إتوا لو متوا حتبعثوا. دير رقدوا 309 سنة وبعد ذاك ربنا قومهم تاني، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إلى آخر القصة. سورة الكهف حكت لهم القصة كلها. ويسألونك عن ذي القرنين، بيسألوك منه قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ذو القرنين داء رجل ملك الدنيا كلها من المشارق إلى المغارب، عشان كده قالوا سموه ذو القرنين لأنه ملك الدنيا دي من قرينة البيجاء إلى البهنة كلها. وقيل سمي ذو القرنين لأنه قوم قتلوه، ضربوه على قرنه على صفحته حتى مات، فأحياه الله، فضربوه على قرنه الآخر حتى مات فأحياه الله عز وجل. ورجل كان عنده ملك وربنا سخر له أشياء كثيرة جدا، وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني حارة، ووجد عندها قوما اشتكوا منهم، قالوا له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وربنا أدانا علامة على عدل الرجل ده وقال لهم كلمة، الناس لو وزنت الليلة أمورها كلها بتمشي تمام، لأنه نحن عندنا اليوم في ناس بيعاقبوا بغير ذنب، يعاقبوا الناس كلهم بدون ذنب، وده غلط. ذو القرنين قال لهم أما من ظلم فسوف نعذبه. شفت العدالة دي كيف؟ أنت ما بتعذب أي زول، أما من ظلم الغلطان هو اللي بيعاقب، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. أنت في حياتك لو مشيت بعدالة ربنا بينصرك ما تبقى ذو الظالم. السؤال الثالث سألوا عن الروح، ربنا قال يسألونك عن الروح، وين الإجابة؟ إجابتها وين دي؟ قل الروح من أمر ربي. دي ما في ذو عنده معلومة عنها، بس قل الروح من أمر ربي.
وبعدين ربنا قال لهم تاني، قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مناسبة شنو دي؟ المعنى إتوا يا اليهود خلاص كملتوا العلم، لما تسألوا عن الروح إتوا عندكم حاجات كثيرة ما عارفينها، بس بقت على الروح. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما وصلتوا مرحلة إنه تسألوا عن الروح. كويس. طيب كده احنا مرينا عليه الفصل ده، نمشي لقول الوليد بن المغيرة في القرآن. قالوا عن ابن عباس قال إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد ده طبعا هو يسمى زهرة مكة، وكان أعلم رجل في مكة وشيخ مكة الكبير، وكان بيلقب نفسه بالوحيد، بيقول أنا الوحيد. وطبعا قصة الوليد بن المغيرة بتختلف من قصة أبي الوليد عتبة بن ربيعة، أي واحد براو. الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابن قرظة ابن مخزوم، ده براو، ده من بني مخزوم. أما أبو الوليد ذاك عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن هاشم، ذاك براو، ذاك من بني هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ده الوليد ابن المغيرة دياته ده المخزوم، ده عم أبو جهل، لأنه أبو جهل اسمه عمرو ابن هشام ابن المغيرة، وده اسمه الوليد ابن المغيرة عمه طوالي، وده أبو خالد ابن الوليد، وخالد ابن الوليد وأبو جهل كانوا شنو؟ أولاد عم. طيب ده يا هو اللي يسمى زهرة مكة، وكان شايف نفسه إنه هو أولى بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده يعني قال أينزل على محمد، يعني القرآن ينزل على محمد وأترك أنا وأنا سيد مكة. ها شوف الحسادة دي كيف، أينزل على محمد قال وأترك أنا وأنا سيد مكة وشيخ قريش. قال أينزل على محمد ويترك أبو مسعود ابن عمير، أو أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي، وده سيد الطائف. أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي ده سيد ثقيف، وده اللي أولاده الثلاثة اللي كانوا سادة. وحجينا القصة قدام لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى الطائف اتكلم مع أولاده اللي كانوا موجودين ثلاثة اللي هم أسياد في الطائف، مسعود وحبيب وعبد ياليل، دول أولاده الثلاثة. فده شوف ده مفتري كيف وقليل أدب، قال أنا سيد مكة ما يجيني الوحي، وأبو مسعود سيد الطائف ما يجي الوحي ويجي لمحمد. ربنا أنزل الآية في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين مكة والطائف. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أنت في الدنيا دي ما عندك الحق تعترض على أرزاق ربنا ولا الأرزاق ذاتها بتتقسم على الناس بالقوة وبالفلاحة. قالوا إذا كانت الأرزاق تأتي بالحجة لما أكل العصفور شيئا مع النسر. العصفور ده عنده رزقه براو والنسر عنده ممكن النسر يموت بالجوع والعصفور يأكل. الأرزاق دي من ربنا بس، فده ذو المفتري. طيب قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي، فقرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وآية عظيمة في سورة النحل. العلماء قالوا الآية دي أمرت بالخير كله ونهت عن الشر كله. قرأ عليه الآيات دي فقال أعد علي، فأعاد فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق يعني مؤصل، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر. وفي رواية بلغ ذلك أبا جهل، الكلام ده وصل لأبي جهل. وطبعا زي الوليد بن المغيرة ده لو أسلم ده حيجور معه قريش كلها. قال فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال داري اللي مولاك قروش ها؟ قال ولما؟ قال أتيت محمدا لتعوض أو لتعوض مما قبله، يعني داير لك حاجة منه انت. قال قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك. قال له لابد تقول في القرآن ده كلام إنك منكر له. قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني. وفي رواية قال المغيرة ستقدم عليكم وفود العرب من جانب وقد سمعوا بأمر صاحبكم فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا فأنت فقل. فقال بل قولوا وأنا أسمع. هو اللي بيستمع في المجلس وأي واحد منهم بدي رأي في القرآن. قالوا نقول مجنون، أو في النبي صلى الله عليه وسلم نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا المجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. التخالج هو لغط الكلام، كلام ما موزون. قال لهم لا 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 لا، كلامه ده ما بيشبه كلام المجانين. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر. وطبعا يا اخواننا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه شاعر وان كانت دي صفه كانت محموده عند العرب، لكن كونه شاعر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مذمة. انتبهوا للنقطة دي. وكونك تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلما للقراءة والكتابة دي مذمة. ليه؟ لأنه بتطعن في صدق الرسالة. وصدق الرسالة يكمن في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعجز العرب وهو غير متعلم، وما كان يعرف عنه الشعر قبل كده. عشان كده ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب قالوا نقول شاعر،
قال لقد عرفنا الشعر وزجره وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، دي كلها انواع عرض الشعر. قالوا نقول ساحر، قال ما هو بساحر، لقد راينا السحره وسحرهم فما هو بعقدهم، لأن السحر بكم العقد، ما هو بعقدهم ولا نفسهم، النفس زي التفل يعني، السحر دائما بيكون بالعقد وبالنفس، من شر النفاثات في العقد. قال لهم برضو ده ما هو، فما نقول يا أبا عبد شمس؟ طيب ولا نقول شنو احنا؟ لا شاعر ولا ساحر ولا مجنون. طيب قال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن نقول ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك، يعني اتفقوا على أن نقول الكلام ده. طوالي نزلت فيه الآية ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني ما كان عنده حاجة، مفلس ما عنده شيء، مرق من بطن مفلس وحيدة، وجعلت له مالا ممدودا كثير وبنينا شهودا، عنده 10 من الأولاد، ومهدت له تمهيدا، الله قال أديته من كل شيء، وبعد ده داير شنو؟ أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس، ظلم نصور وش وبصر يعني فرج وش، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ربنا قال سأصليه سقر جهنم، وهو حي بيشوف عايش في الدنيا، ربنا قال سأصليه سقر، وما حاول ساي يكذب القرآن، ودي من الدلائل اللي ذكرها ابن القيم انه من صدق هذا القرآن انه ما في واحد من المشركين ديل من اللي ربنا وعدهم بجهنم حاول يسلم، بس حاول يسلم عشان يكذب القرآن، ربنا قال سأصليه سقر ومات على الشرك، وكان من المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام والمستهزئين، ومات ميتة قبيحة برضو ده. طيب لزانجا، طيب الوليد ابن المغيرة قال لهم الكلمة دي وخلاص مشوا بها ناس قريش، وبيجوا يقولوا إنه ساحر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون أن هذا من الكذب ومن البهتان، عشان كده بيجوا أي زول داخل على مكة من الوفود اللي بيجيهم من وفود العرب هم بيستقبلوه بالكلام ده قبل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي قال ما زالوا بي حتى وضعت الكرسف على اذني، جاب قطن دخلوا جوا اذنين، قال عشان ما اسمع منه. بعد ده قال اول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصار يقرا، فقلت يا طفيل انت اعلم بالشعر، وكان رجل شاعر ومن فصحاء العرب، قال طلع القطن ده واسمع شنو، طوالي طلعوا بقى بيسمع، اول ما سمعوا قال ما اجمل هذا الكلام، وجل النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، وقال يا رسول الله ادعوا الله على دوس فانهم ابوا علي، ادعوا عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وات بهم، مشى الطفيل بن عمرو الدوسي في اهله فاسلموا جميعا، كلهم اسلموا. الحمد لله رب العالمين. من جملة المناقشات اللي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في مجلس فيه الوليد بن المغيرة
نفسه، وكان معه النضر ابن الحارث، فجادل النضر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب معناه الحطب، أنتم لها واردون، يعني أنتم حطب جهنم، أنتم والأنداد اللي بتعبدوها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يسمى عبد الله ابن الزبعري بكسر الزاي. وعبد الله ابن الزبعري أسلم بعد ذاك، فقال: لو أدركت محمدا لخاصمته. قال: عندي حجة كان بقول له، فإنه يزعم أن وما نعبد حطب جهنم. قال: فإنا نعبد الملائكة، واليهود يعبدون عزيرا، وعزير النبي، والنصارى يعبدون عيسى، وعيسى نبي، فهل هؤلاء حطب جهنم؟ دي كانت الحجة بتاعته. قال: أنت ما بتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ديل حطب جهنم، فهل ديل الثلاثة حطب جهنم؟ قالوا: فأعجب المشركون وأعجب الوليد ابن المغيرة من حجة من؟ من حجة عبد الله بن الزبعري، عجبته. عشان كده ربنا نزل الآيات في إعجابهم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فبعد ذاك أول ما الكلام ده قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأنزل الله تعالى عليه الآيات التي بعدها من سورة الأنبياء، الآيات اللي بعدها طوالي، ربنا قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. الحسيس ده صوت في جهنم، ده صوت الناس الجوا اللي بتحرقهم النار. ستة لما النار تتشك بتقول شنو؟ ايش كده صح؟ الصوت ده اسمه الحسيس. ديل ربنا قال الملائكة وعزير وعيسى لا يسمعون شنو؟ حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كويس. العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر فائدة جميلة، قال: هذا من جحدهم للحق. قال: وعبد الله بن الزبعري كان من شعراء العرب ومن أعرف العرب باللغة، وإن قوله تعالى: إنكم وما تعبدون، قال كلمة ما فهي لغير العاقل، ولا تشمل عيسى ولا تشمل الملائكة ولا تشمل عزير، ولكن قال هذا من جحدهم للحق. جحد الحق بس، وهو يعلم إنه كلمة ما بتشمل الملائكة. إنكم وما تعبدون، ما قال لصور الصالحين، الصور بتاعت الصالحين، لأنه اللات كان رجلا صالحا وصوروا وعبدوا. صور الصالحين اللي هم واضعين دي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، دي اللي تبقى حطب جهنم. قالوا وهم يعرفون هذا،
ولكن لجحدهم للحق. كويس؟ ونقاشهم نقاش يعني فاشل، لأنه اللي بيدخل جهنم مع العبدو ده الرضا بعبادته. حتى لو أنت بالمناسبة يعني ما حجر ولا شجرة، أنت بني آدم، لكن رضيت رضيت بعبادة من عبدك، أنت حتكون معه حطب جهنم طوالي. النوع اللي بيجوا داخلين يقول له يا أبويا الشيخ شوف لنا الخيرة. شوف لنا الخيرة يعني شنو؟ يعني علم لنا الغيب. شوف المرض داري على الرئيس، أنا دي بتنجح معي ولا ما بتنجح؟ يقول له افتح لنا الكتاب. يا تو كتاب اللي بيفتحه؟ اللوح المحفوظ؟ يا تو كتاب؟ وبيعرف كيفه؟ ها؟ ويقول له جيب لنا الرائحة. ويقول له الأيام دي الشغل واقف، اكتب لنا ورقة تحرك الشغل. الزول اللي بيرضى بكلام زي ده، والنوع اللي بيكون بيسمع بيسمع فيهم بيقولوا نحن والله الخير اللي فينا والنعمة دي جايانا ببركة أبونا الشيخ ده، ها؟ جايانا ببركته، وكان ما هو أكان انتهينا وكان أمورنا جاطة. كان ما هو وهو بيسمع في الكلام ده، ده معهم طوالي. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ده الحطب جهنم، وقودها الناس والحجارة. الناس من النوعية الزيدي ده بيمشي معهم. لكن يا أخواننا، هل هذا الكلام ينطبق على عيسى بن مريم؟ لا أبدا. هل ينطبق على الملائكة؟ أبدا. عيسى بن مريم عليه السلام ربنا بيسأل يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أها قال شنو؟ قال سبحانك سبحانك تنزهت يا ربنا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب، فالمحاجة بتاعتهم دي محاجة بالباطل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن انشقاق القمر. روى الإمام أحمد في المسند وكذلك البخاري ومسلم أحاديث كثيرة. إنهم قالوا يا محمد سل ربك يرينا آية، قال لنا آية كده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق القمر، قالوا فانشق القمر في القتين، انقسم على اثنين، واحدة منهن بجنبة الجبل البيجاي واحدة بالجنبة الثانية، والجبل اسمه حراء من جبال مكة. كويس؟ وبعد ده سؤالهم عن الآيات ده ما جاب حاجة، في عنادهم. وذكرنا مجموعة من الآيات وذكرنا العلة في إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل يعني كل ما طلبوا منه. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تنزل السماء علينا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق من زخرف أو ترقى في السماء، تطلع السماء، ها؟
قالوا له ولن نؤمن لرقيك. أكان طلع دثاته ما بنؤمن لك. ده مش عناد؟ بالله شوف أسأل الكلام ده، ده ما كلام كله بتاع عناد؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ها؟ يا أخي ما ممكن يا أخي. ما ممكن. قال لهم قال قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يعني أطلع قال له ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا شنو؟ كتابا نقرأه. الكتاب لمن جاءهم كفروا به. ربنا قال ولو نزلنا عليك كتابا. الكتاب ده ما جاء وحي، القرآن ده جاء وحي، لكن قال لك لو نزلنا عليهم في قرطاس. نزل من السماء في شنو؟ في قرطاس. فلمسوه بأيديهم. أها بيقولوا شنو؟ لقالوا إن هذا إلا سحر مبين. مش كده بس، ربنا داري يوريه آية أعجب من كده. قال له لو طلعناهم فوق ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه شنو؟ يعرجون. بيؤمنوا؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لو طلعوهم فوق أكان حيجي يقول لا سحر ونظرنا بس. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يا أخي ديل ها؟ ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. نزلهم الملائكة في الأرض يتكلموا معهم يعني ها؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. لو جو لناس أبو جهل بعد ما دفنوه في القليب دون كتوم من جوه مرقون، وقعد أبو جهل عليه حيره وقال لهم هوي أنا شفت جهنم جوه وتنجمت نجام شديد. وكلمهم الموتى. الميت ده يا أخوانا تراسى كلامه فيه شك تاني؟ الزول الخش الغبر ده جوه وشاف الحاصل ده كلامه فيه شك؟ ما فيه شك صح؟ ربنا قال لك لو الملائكة نزلوا من فوق ومرقوا الموتى من القبور من تحت وكلموا معاهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يعني تجون الغنماية تتكلم معهم تقول لهم هوي دنا بالحق يهودا اتبعوه ها؟ وجوم قرد متلب من الشجر يقول لهم ذاك النبي الحق اتبعوك. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ربنا قال ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. ديل يسووا لهم شنو ثاني؟ ديل قلوب مطموسه. في كده ربنا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ده المقفلين أصله. عشان كده بعد المرحلة دي الآيات ظهرت لهم، الحجج البينة ها ده كله ظهر قدامهم. بعد ده ما فيهم فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم من هنا طوال بيطلع منهم، ده تاني ما بيقعد معهم لأنه ده خلاص عصلجوا والخير اللي فيهم مرق وبقعاد. وفي وجود هؤلاء الصناديد لا يمكن ان تنتشر دعوه اطلاقا، لانه يا اخواننا الدعوه دائره مسرح للعلم ها والهدايه والتربيه. ومجتمع زي ده مجتمع غير قابل للاستفاده والفائده، تمرق بس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ذاك طوالي حيجينا قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. مشى للطائف والطائف أخير مكة. الحصل في الطائف أخير منه الحصل في مكة. يعني أحداث عجيبة جدا تدل على إنه يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر عجيب وأوذي أذى بليغ. عشان كده ربنا نزل عليه الآيات واصبر كما صبر
أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم إنهم يرون يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لعلنا نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد.